اشرب يلا العب يلا اشرب يلا العب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا ولع يلا نعنع يا منعنع نعنيعو يا منعنع يا بتاع السمسم يا مسمسم اوبا ايه ده لا لا ما تلعب يلا مية مية يا نجم نجوم العالم ركز معايا بقى ركز ايوه رد عجلك كله كله ايوه حاطه جنب البرج كده ايوه كده خلاص بقى يا عم سيد كل ده في نقلة احنا عجزنا يا عزوز يا ابني الارض هنا لا تصلح للسيجة التربة جيرية جافة والزلط كمان مش بقى ألا هو احنا بنزرع كنتالوب يا عم سيد هتعمل لي فيها دكتور فاروق الباز ولا علشان يعني اتزنقت يلا قوموا اشربوا حاجة كده وخدوا بريك شوية خلوا الهوا يعدي على جتتكم بدل القعدة كده طول النهار زي البط البلدي لا شغلة ولا مشغلة طب الشغلة دي وعارفينها تشاش يعني انما ايه بقى المشغله دي يعني عناع المشغله دي مرات المشغل انتوا قاعدين فاضيين بقى وهتحلوا بيا صحيح جنازه بطار ولا قعده الراجل في الدار لا وانت الصادقه ولا قعده الراجل في المطار طب ما نوفر الطاقه الابداعيه في الافيهات دي هي ونستغلها في افكار بره الصندوق للخروج من هذه الازمه ايه الكلام الكبير ده يا نعناع طاقة إبداعية وبرة الصندوق والخروج من الأزمة الخمسة في جملة واحدة أصل أنا يعني عاملة فولو للأستاذ عمرو حمزاوي على التويتر ويعني ما تغيرش الموضوع وعايزانا نعمل إيه بس يا نعناع وبعدين يا نعناع الكلام سهل طب قوليلي في إيه ممكن نعمله وما عملناهوش ده إحنا عملنا عرض اقطع تذكرة لشرم تحصل على فوتشر بقيمة جنيه وربع مشتريات من كانتين الفريرة وبرضه ولا الهوى مبقاش في حد بيسافر يا نعناع كله قاعد هنا جنب اكل عيشه خلاص يبقى نغير النشاط نبقى احنا اكل عيشه عندي ربع كيلو نص كيلو لحمة ربع قلب عيش توست علبتين زبادي كزبرة خضرة الخطة كالآتي احنا هنحول الفريرة المطعم يا ما شاء الله يعني مدخلنا هنا ومعايشانا أجواء التنظيم السري المريب ده علشان الفكرة الألمعية دي هي دي الفكرة اللي برا الصندوق يا نعناعة نحول الفريرة عربية أكل ما البلد فيها مليون عربية أكل شوفوا يا ولد صحيح البلد فيها عربيات أكل كتير بس مفيش ولا طيارة أكل واحدة لا يا عم سيد بقى مش علشان يعني تخنت صوتك وقلت لنا المعلومة التافهة دي بالأداء ده هشتري مفيش حاجة اسمها نحول الفريرة لمطعم ده داون جريد مهين لا يمكن أتصوره أو أقبله كلنا معاك يا كابتن عزوز طيارة أكل كلنا معاك يا كابتن عزوز كلنا معاك انتوا مش عارفين يعني ايه الفريرة وقيمة الفريرة وتاريخ الفريرة اختراع الفريرة يا حضرات هو حدث لا يقل في اهميته عن اختراع العجلة الله ينور عليك واحنا مش هنخترع العجلة ده احنا هنفتح مطعم شوفي عزوز يا ابني الرزق يحب الخفية برضو والايد البطالة نكسة والقرعة تتباهى بشعر بنت اختها المثل الاخير ده لمغزى فلسفي انا مش لاقيه ولا انت بتخرف لا هو طقم كده بينزل مع بعضه ما تشغلش بالك احنا عايزين نشتغل بقى يا عزوز كلنا معاك يا عم سيد كلنا معاك بس ده يبقى رخص وتنازل لا دي حدقه وتفتيح مخ كلنا معاك يا نعنوعه كلنا معاك يا نعنوعه